عايزين نتكلم معاك دلوقتي عن المنتخب. للأسف هو برضو موضوع آخر محزن، يعني احنا ابتدينا بخبر طبعا وفاة العمري فاروق، وكمان بنكمل يعني انتهاء مشوار منتخب مصر اللي هو لا يقل حزنا الحقيقة. شيء غريب جدا، بس مش هقول شيء صدمة، لأن احنا تقريبا أخدنا على السيناريوهات دي اللي هي بتخرج من دور الستاشر أو بتوصل للنهائي وما بتفوز أو الأداء بيبقى غير جيد. يعني كريم، تفسيرك لما يحدث في كرة القدم من 2010 حتى هذه اللحظة 14 سنة، بتفسر الأزمة فين؟ ولا هي أزمات يمكن متراكمة؟ خلينا نعرف منك. بص، خلينا يعني نبقى واضحين. يعني انا اعتقد احنا الدايره دي لفيناها كتير قوي بصراحه، وأسئلة ملهاش إجابات حتى هذه اللحظة وكل شويه الحقيقة. بنقعد يعني نلفها. ببساطه هيلاقي اللي هيشتغل هيلاقي وربنا هيجازيه، صحيح. اللي مش هيشتغل وهيقضيها كلام وهيقضيها يعني انا اسف يعني مجاملات بتبقى دي الناتج. طب ما ده حاصل من زمان، يعني دي مش المره الاولى اللي ندفع كلنا من اعصابنا ومن حرق دمنا تمن ان اللي انت بتتكلم عليه ده مش حاصل. كريم، خلينا نتكلم في الاخر. طبعا بنتكلم على رياضه وفريق، وكل فريق له مقومات، وده منتخب. لو فيك حتى لما انا كنت ضيف معاكم من اسبوعين واتكلمت على الفرق ما بين شغل النادي وشغل المنتخب. طبعا المنتخب يفترض ان هو عنده عنده حاجات اسهل من النادي وعنده حاجات اصعب وعنده خلاصه لعيبه النوادي. لكن انت تخيلي ان احنا بنتكلم على الاداء اللي احنا قدمناه ده من مدير فني بيقبض شهريا 200,000 يورو. 200,000 فريق زي كاف فيردي المدير الفني بتاعه بياخد 5,000 يورو. لا والله والله العظيم. طيب نسيبنا ان كل واحد عنده مدير اعمال شاطر بيعرف يجيب له افضل شيء. انا ليا في الاخر الناتج. طبعا اختيارات ياك. انت تتخيلي اصابه امام عاشور خلتنا قاعدين بنقول مين البديل؟ ملوش بديل. طيب محمود حماده لعيب كويس ولعيب واعد كل شيء، لكن السؤال هنا هل النهارده اقدر احطه في اختبار بالشكل ده؟ الكوره بصراحه اللي جات له كانت شكلها وحش جدا. طيب جدا في ركلات الترجيح، مهند دخلنا في كذا سيناريو، يقول لك مهند لاشين اعتذر، والسيناريو الثاني لا ده ابو جبل هو خد الكوره وانطلق، فيبين لك ان مفيش سيستم، مفيش نظام. طيب لما نيجي نحاسب، خلينا بكل امانه الحق دلوقتي علينا كلنا ان احنا نعمل من النهارده كشف حساب. المفروض بالظبط احنا كنا قايلين مش عايزين ابدا نحكم او نظلم حد او ندي اي قرار الا بعد انتهاء المهمه اللي هو كان جاي عشانها. دلوقتي نقدر نتكلم براحتنا ونعمل كشف حساب لكل الناس. نعمل كده بقى، خلينا نبدا يا كريم معاك. نبدا بكشف حساب. كشف حساب، واحنا بنعمل كشف حساب للمنتخب الوطني، يبدا كشف الحساب بدايه من مجلس اداره اتحاد الكره. بدايه من مجلس الاداره هو اللي عنده القرارات الاداريه، مش هقول الفنيه، الاداريه اللي بتوصلنا للشكل الاخير اللي احنا بنشوفه. طيب اتحاد الكوره خد قرار وهو ان الكابتن حازم امام هو المشرف العام على المنتخب الاول، والكابتن محمد بركات مشرف على بقيه المنتخبات. بما ان احنا بنتكلم المنتخب الاول، يبقى اتحاد الكوره فوض الكابتن حازم امام بصفته عضو مجلس اداره بان هو مسؤول عن كل القرارات الاداريه. واستدل على كلامي بجملة لطيفة قوي قالها الأستاذ محمد عبد الوفا عضو مجلس اتحاد الكورة، إن هو في يوم اتخذ فيه قرار ما، الراجل قال أنا والله ما أعرفش. أنا والله ما أعرفش. يعني قرار إن محمد صلاح يمشي مثلا من المنتخب، قال لك اتحاد الكورة إحنا كمجلس إدارة ما خدناش قرار وما عملناش أي حتى كونفرنس كول. أنا موجود في أسيوط وما أعرفش حاجة. ده كلام مسجل في أحد وسائل الإعلام. وقال احنا مفوضين الكابتن حازم امام وفي الاستاذ خالد الرندلي رئيس بعثه. طيب يبقى كده احنا اتاكدنا ان مجلس اداره اتحاد الكوره واضح جدا منذ تفويضه للكابتن حازم امام هو سيد المنتخب، ملوش دعوه. ده كلام رسمي وعلن. طيب